هدية جبتها حاجة لست جامدة الحبايب ايه؟ بصراحة. اه ما بجيبلهاش، يا هي اللي راجل، بتجيب لي نفسها. لا والله اه والله، انت بتدي اللي وخلاص هي عايزاه تجيب، هات اقول اللي لها انت غدي عايزاه. واللي انت عايزاه ماليش دعوة. هي بتحب ليها حاجات امي كده، ليها تفاصيل بتاعتها هي. هي مالكش دعوة من بقى، الناس، عارف، بتوع زمان وتلاقي كده. اصلا ما بترضاش اخد منك فلوس ولا لا ده حاجة. مخلص عليا. ست الحبايب مساء الفل عليك، ازاي حضرتك؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ خليك الحمد لله. اخبارك ايه؟ انت لسه صاحي انت اهو. بتستني ولا ايه؟ انا نمت نقدر خلاص. ننساكي؟ يا نهار ابيض، احنا على راي فايز احمد. انساك ازاي؟ ازاي انساك؟ ازاي انساك يعني؟ انا عايز ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن، انا سامع كل حاجه على فكره. انا ماليش دعوه. سامحيني يا ام، انا ما بعرفش اقول غير الحقيقه. انا ماليش يا دعوه. قلبي ده، انا نور، انت نور عيني، انت كل اللي تقول عليه. ماشي يا حبيبي، ربنا انت فين يخليك يا الحاله يا محمد؟ ربنا يخليك يا احكي لي، احكي لي شويه. انتوا بتقولوا له ايه؟ يا محمد ولا يا مجدي ولا يا لا قفشه ولا ايه؟ محمد. محمد هي الوحيده اللي بتقول لك يا محمد. امي بتقول لي، ابويا ممكن يقول لي يا كابتن، لكن والله امي دايما بتقول لي يا يا محمد. محمد، الاسم المفضل ليها. احكي لي عن محمد شويه يا ام محمد. ام طه بقى، عشان ام طه طاهر. الكبير. طه، ام طه. طه الكبير. طه. يلا يلا يا ام طه، احكي لي شويه عن محمد. محمد يعني هو كل حاجة حلوة، الكلمة الحلوة، الضحكة الحلوة، هو اللي مفرحنا، هو اللي منور حياتنا، وربنا يزيده كمان وكمان يا رب. قولي لي يا ام محمد، كنت متوقعه ان ربنا يرزقه الرزق ده ويكرمه الكرم ده ويديله الشهره والنجوميه دي؟ هو من صغره وهو بيحب الكورة، وكان أمنية حياته يعني، عشان كده ان شاء الله وبدعي له على طول ربنا يوفقه ويزيده كمان وكمان ويجعله يا رب من نجاح لنجاح. بيجيلك امتى يقول لك زودي لي الدعاء يا امي شويه، انا محتاجك دلوقتي، انا محتاج انه دعاك يزيد شويه؟ انا كل ما اكلمه بدعي له، يقول لي الله يبارك لك يا ام، ربنا يخليك لينا، انت ست الكل، كل كلمه حلوه هو بيطلعها محمد. الوقت اللي لقيتيه متضايق امتى؟ كان متضايق امتى؟ حسيت انك لا انا لازم اقف جنبه اول النهارده، ممكن انزل اروح له كمان. لما اتعورت، لما اتعورت ساعه الاصابه. بس لا، لما اتعورت هنا، لما اتعورت حبك. هنا خدت 22 غرزه، فامي وابويا جوا لي من البلد لحد هناك، واخويا يعني جوا لي قعد معايا في الشقه هناك، في البيت، في شقتي في مدينه. وخلك رضوان يا محمد. وخلي رضوان عشان ما يزعلش. رحت جاري قلب الام. ها كان بعد الصلاة على طول، صلاة الجمعة صلينا ورحنا ماشيين على طول رحلة. قولي دي لي، كانت أسوأ حاجة عندي بقى. لما بيروح يقعد معاكي كده في الأرض، يقف على ترمبة المية ويقعد يصب الشاي، يعني هي دي عاداته القديمة ولا هو بيحبها عشان أنت بتحبيها وأبوه بيحبها ولا إيه؟ لا هو طبيعته إنسان بسيط، وبيحب أي حاجة بسيطة. بسيط زي ما هو. محمد من صغره هو بيحب الحاجات دي جدا. كان ما يجي يفطر معايا في رمضان، ايوه، يسيبني ويخرج مع اصحابه يفطر بره، يعني ممكن يعملوا فنجان مشوي، حاجات كده. اقول له انا عامله لك هنا اشكال، يقول لي لا بس اصحابي دولك لازما اعيش معاهم اللحظه ويفرحوا بيا. انسان بسيط جدا. اقول له هم لهم حق عليا. بيحب ياكل ايه بقى؟ أكلته المفضلة كانت الأول الكبدة، وبعد كده الرز والملوخية. حلو. دلوقتي بقى بيجي يقول لي ما تبوظليش الدنيا. يا نهار أبيض، يعني بطلت خلاص يا قفشة؟ ليه؟ مفيش نظام بقى، نظام الأكل ماشي على بقى نظام خلاص. بس بيبقى نفسك مفيش فيهم. نظام في الأكل بقى ساعات بيبقى في وقت بخليهم تعمل لي يعني. ساعات. مش دايما يعني. مش من بعيد لبعيد كده تقوم جاية مثلا عاملة له حلة محشي. أنا بتخانق معاه على طول بسبب كده. ليه؟ بتعمل طول ما أنا قاعد على الأكل خد. اقول لها يا ام مش عايز خلاص، تقول لي خد يا ام مش عايز. عارف انت بقى الامهات بقى كده. لازم تاكل دي. ايوه طبعا. انا بحب ازغطه كده. حلو قوي. طيب عمرك طلبت منه حاجه وقال لك لا؟ من قبل ما اطلب بينفذ لنا كل حاجه. والله محمد من يعني هو بيبص في عينيا يعرف كل حاجه. يا سلام. من غير ما اتكلم. والله وهو بص اقول لك نيت الدنيا فيه. ما شاء الله، ربنا يخليك والله الحمد لي لله. ان شاء الله ربنا اللي هو فيه دوت اللي هو بيعمله. والله الحمد لله. نعم. وربنا راضي عليه عشان هو انسان طيب. ربنا راضي، ربنا راضي عليه. والله. امتى حسيت انه في محنه؟
ان هو يعني ما بينزلش يشارك وكده بقى. ده ساعات ده بيضايق، هو حاسس انها كوره. نعم. ما يقدرش يبعد عنها. ده اللي ضايقه. يا ربنا شايل لي حاجه حلوه ان شاء الله. يعني الحمد لله ان هو قريب من ربنا. عشان كده ما انت الولاد عندك ايه يا عفش؟ ابني يعني مالك؟ مالك بس. مالك. مالك. قولي لي بقى، لما جه مالك عملتي ايه؟ مالك عندي بالدنيا في حالها، مالك حس من قلبي. والله. والله. عمرك ممكن لو هو زعل من مالك هتروح لمين؟ هتنحاز لمالك ولا هتنحاز لمحمد؟ تبقى في صف مين؟ لا لمالك طبعا. طبعا اكيد اغلى الولد ولد الولد. ربنا يبارك لك فيه يا رب. عندي ملك لما بيرن عليا ويكلمني يا تيتا تعالي يا تيتا يا ابي يا تيتا. اقول له انت روحي يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. عنده كام سنه دلوقتي؟ سنتين. سنتين خلاص ما شاء الله دلوقتي. ما شاء الله. قولي لي لو هتدعي لمحمد مجدي أفشة على الهوا هتقولي له ايه؟ اقول له ربنا يزيدك ويحفظك يا رب ان شاء الله، ويجعلك كده من نجاح لنجاح، وبدعي له من قلب. نعم يا رب وفقه هو واللي زيه، واهم حاجه ربنا ينجيه من كل شر يا رب ان شاء الله. عايز تقول ايه لست الحبايب؟ نسيت الدعوه كده. ايه نسيت الدعوه؟ نسيت واحده كده. نسيتي واحده بيقول. كانت على طول تقول لي ربنا حابب فيه خلقه. طبعا انا بحب الدعوه دي. بدعها لك في كل وقت وفي صلاه الفجر. بحب الدعوه دي. بدعها لك على طول. والله ربنا يخليك يا رب يا ست. وحب الناس فوق كل شيء يا رب. دايما يا رب دايما. ربنا يكرمك ويحفظه لك ويحفظك ويخليك يا رب. الجميلة الأم المصرية الجميلة والدة محمد دي الوحيدة اللي نقول محمد مجدي أفشة.